السلام عليكم متابعي عشاق خياطه وتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقه خياطه المرد بشكل جديد واسهل، وكيجي مفيني مزيان بحال اللي كتشوفوا كيكون في الشوميز، وكيكون شي بعض المرات حتى في البيجامه. يعني الطريقه اللي سبق لي وريتكم كنخيطوا بقطع، هنا كيجي بحال هكا، كيجيو داك القطع لداخل، يعني كيكون المرد منه في التوب، يعني منه فيه. وهاد القطع هادو ها هما اللي شفتو، كيكونوا مثلا عندكم هذه مثلا في البيجامه، وعندكم لون ديال البيجامه موحد مثلا، او لون ديال البيجامه يعني مزوق والسروال موحد، فكديروا هذا القطع اللي من الداخل في اللون ديال السروال باش كيجي داك التناسق بيناتهم، وكتجي بحال هكا مفينيه، كيجي المرد بحال هكا زويون، وتيكونوا بحال هكا الازرار. كي قلت لكم طريقه سهله، شوفوا الفيديو حتى الاخير، وما تنساونيش من لي جيم ديالكم والتعليق ديالكم، وكنبغيكم بزاف بزاف، نخليكم مع الفيديو. اذا اول حاجه كيف شفتوا كناخذوا هذا مثلا، هو الكول ديال اللي غندير ديال البيجامه او لا ديال الشوميز اللي غنديروا فيه هذا المرد. هذا كنحددوا اول حاجه الطول ديال المرد، غالبا في الطول ديال المرد تيكون ما بين 16 18 سنتيم حتى 20 سنتيم فقط، ما تيكونش اكثر من هكا. المهم نتوما كتحطوا الطول ديال المرد اللي بغيتوا. وكناخذوا جوج القطع، قطعه بحال هكا العرض ديالها 5 سنتيم، سنتيم بالخياطه و 4 سنتيم كتبقى لينا، وقطعه اخرى العرض ديالها مضاعف، يعني هذه درنا فيها 5 سنتيم، هذه غادي نديروا فيها 10 سنتيم، وكنحطوهم بحال هكا على هذا الخط. هذا ضروري ما تراسيو هذا الخط، وتراسيو يعني الحد ديالو، وغادي نخيطوا من هنايا وندورو حتى لهنا. شفتو من بعد ما خيطنا غادي نفتحوها في داك الخط اللي رسمنا حتى لهنايا، نحاولوا ما نقيسوش الخياطه، وغادي نقلبوا هادو للداخل، هاد القطع هادو بجوج، هادي غادي تستنى بحال هكا، غادي تخيط من الاحسن من الاول خيطوها مع هذه هكا بهذا الشكل هذا، وغادي تجي بحال هكا. دابا حنا غادي ناخذوا هذه القطعه، هذه ها هي هذه الجهه هذه، وغادي نخيطوا هذه القطعه هذه ها هي، كنطراسيو بحال هكا، وكنجيو لهنايا كنديرو واحد المربع صغير بحال هكا، وكنديرو خط بهذا الشكل وخط بهذا الشكل باش نفينيو داك بحال اللي كتكون في لي شوميز وفي حتى في البيجامات. اذا نحاولوا نقدو، هي ضروري قبل ما تخيطوا ضروري تكونوا حددتوا هذه القطعه هذه باش تجي باش تجيكم سهله في الخياطه.
من بعد ما خيطت هذه الجهه كيف شفتوا، دابا غادي نقلب هذه للداخل. علاش ما قلت لكمش من الاول تخيطوها بحال هكا؟ لان الا خيطناها من الاول بحال هكا غادي تجينا يعني تجينا معنكشه. ضروري حتى نخيطوا غير جهه وحده حتى نقلبوها للداخل بحال هكا بهذا الشكل هذا. عاد نقلبوا هذه بحال هكا ونخيطوها. هنا البنات بغيت نوضح لكم واحد الخطا كنعتذر عليه درته، هو انني كان خصني نخيط هذه القطعه نجمعها هي الاولى وعاد نخيط هذه. علاش؟ باش هذا المربع هذا كي شفتوا يلصق هنايا، يعني يجي مخيط، كتبقى غير هذه اللي محلوله. ولكن ماشي مشكل، انا غادي نعاود الخياطه فوق منه دابا. ولكن نتوما حاولوا ما ديروش بحال اللي درت انا، يعني ديروها من ما ديروهاش من الاول، تخليوها هي اخر حاجه. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كيف شفتوا طريقه خياطة هذا المرد هذا بهالطريقه هذه؟ سهله بزاف. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش كي قلت لكم تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم، وما تنساونيش من الدعاء ديالكم. كنبغيكم بزاف بزاف. في امان الله، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.